منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منح اليوم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة، تقديرا لجهوده الكبيرة المبذولة والمميزة في المجال الديني والخدمات الجليلة التي قدمها. ده أنا اللي يسعدني ويشرفني، ربنا يبارك في سموكم شكرين إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يبارك، وأنت ربنا يديك طولة العمر والصحة والعافية إن شاء الله يا رب. شكرا، وده إن شاء الله سيبقى يعني في العائلة ميراثا للأحفاد وأحفاد الأحفاد إن شاء الله. شكرا شكرا شكرين يديك الصحة والعافية طول عمرك، يديك الصحة والعافية يا رب إن شاء الله. شكرا.